السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة ريلمي أعلنت عنه، وموبايل ريلمي V60. الموبايل اللي بيجي بمواصفات ممتازة جدا قصاد الفئة السعرية بتاعته. فعلا الموبايل مواصفاته ممتازة، ولكن في عيب واحد من وجهة نظر أنا، ولكن يعني مفيش حاجة متكاملة. هو في بعض العيوب البسيطة اللي ممكن تكون شيء عادي بالنسبة لك، فركز معايا عشان تعرف كل حاجة عنه. بس قبل ما أبدأ أحب أقولك إن دوت من أفضل الموبايلات اللي بتقدم قيمة مقابل سعر. اول حاجه نبدا بيها هي الهيكل. ظهر الموبايل دوت بيجي مصنوع من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبيجي بوزن 192 جرام، ومع معماريه IP64 يعني مقاوم للاتربه ورذاذ الماء فقط. وبالنسبه لصوته الخارجي فبيجي احادي وبيدعم منفذ 3.5، والبصمه بتاعته بتيجي في زر الطاقه. اما بقى بالنسبه لمواصفات الشاشه فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.6 بوصة، وبدقة 720x1604 بكسل، وبأبعاد 20-9، ومكثافة بكسلات 264 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل 625 شمعة، ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز. وديت كل حاجة عن الشاشة. هو ينقصها شوية حاجات زي مثلا تقنية الـ HDR والمفروض يجي عليها طابعة حماية. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين، الاولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وللأسف مش بيدعم تركيب ميموري كارد. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 14 بواجهة ريلمي يو اي 5 مع معالج ميتا ديمنسيتي 6300 بمعمارية 6 نانو، وبتردد بيوصل ل 2.4 جيجا هرتز، مع معالج رسومي مالي جي 57 MC2. والمعالج دوت معالج محترم جدا في الفئة السعرية اللي بيجي فيها الموبايل دوت، ودوت يعني يعتبر افضل حاجة في مواصفات الموبايل وهي المعالج. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي باتنين كاميرا خلفية، الكاميرا الاولى بدقة 32 ميجا بكسل، والكاميرا التانية مفيش معلومات عن دقتها، ولكن هي كاميرا مساعدة للكاميرا الرئيسية، يعني ممكن نقول كاميرا للعمق. وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فبتجي بدقة 8 ميجا بكسل، وبتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. واضح إن الكاميرات هتكون أداءها على القد، مش هتكون أفضل حاجة في الفئة السعرية. من الآخر الموبايل دوت بيركز على المعالج أكتر حاجة. وبالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت فيه الواي فاي وبلوتوث وكمان جي بي اس وتقنيتين FC، وللأسف ما فيهوش الراديو. وبالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ملي أمبير بسرعة شحن 15 وات مع شحن من نوع Type-C2، والبطارية حجمها كويس مع المعالج، ولكن مع سرعة الشحن للأسف بطيئة جدا. أما بقى بالنسبة للألوان فالموبايل بيجي بلونين، الذهبي والأخضر. وبالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 170 دولار يعني حوالي 8200 جنيه مصري و637 ريال سعودي و23000 دينار جزائري و223000 دينار عراقي. وبس كده انا خلصت. وبالنسبة رأيي في الموبايل فانا شايفه ان المعالج اللي فيه هو افضل حاجة، ولكن باقي المواصفات مش افضل حاجة، وده رأيي بكل صراحة. وطبعا تحت في التعليقات مهم، بس ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. والسلام عليكم.